طيب النهارده في ماتشين باسكت جامدين قوي لرجال السله بالنادي الاهلي، واولى البطولات في الموسم الجديد في دوري مرتبط رجال. اول مباراه لفريق المرتبط ابتدت الساعه 4 العصر ما بين الاهلي وفريق جزيره الورد، والمباراه دي كانت مهمه لان هي انطلاقه البطوله دي، شوطات من المباراه وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز بيها. المباراه الثانيه هتكون الساعه 6 للرجال، بقى رجال كره السله بالنادي الاهلي، وهتكون ايضا مع جزيره الورد، وهما دلوقتي في مرحله الكروسات رايح جاي. مباراه العوده هتكون بعد بكره. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المباراه وابرز الاحداث الخاصه بها، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي كان حاضر في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره على الهواء مباشره عشان يقول لنا التفاصيل الخاصة بهذه المباراة. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. زي ما اتكلمت يا أمير وقلت على لقاء الأهلي المرتبط مع فريق جزيرة الورد. طبعا يا امير عشان نحط الجماهير في الصوره اكتر ونفهم القصه للجماهير ولكل المشاهدين، كان في دورتين مجمعتين اقيموا. الدوره المجمعه الاولى كانت اقيمت في النادي الاهلي وتصدرها النادي الاهلي، بيلعب طبعا دي بطوله الدوري الخاصه بفرق المرتبط. الدوره المجمعه كانت اقيمت في النادي الاهلي وانتهت بتصدر النادي الاهلي لمجموعته. الدوره المجمعه الثانيه كانت اقيمت بطنطا وايضا انتهت بتصدر النادي الاهلي لمجموعته، المجموعه اللي كانت بتضم مع النادي الاهلي وطلائع الجيش وطنطا والزهور. فاز الاهلي في كافه اللقاءات سواء لقاءات المرتبط او لقاءات فريق الرجال. بعد انتهاء الدورتين المجمعتين بيتعمل نظام اللي هي المقصات او نظام خروج المغلوب ودور كره المقصات بالظبط. فدور ال 16 يا امير بيقام لقاءين، لقاء ما بين الاهلي وجزيره الورد هنا على ملعب وصاله النادي الاهلي، وهيكون اللقاء الثاني يوم 22/10 على ملعب فريق جزيره الورد. النهارده بيقام لقاءين، انتهى اللقاء الاول لفريق المرتبط بالفوز على فريق جزيره الورد المرتبط بنتيجه كبيره 1-0. بعد بكره السيدات يا فاروق صح؟ بعد بكره السيدات. بعد بكره السيدات يعني بمشيئه الله. اللقاءين اللقاءين اليوم الخاصين بالمرتبط رجال، المرتبط وفريق الفريق الاول رجال، لقاء العوده ليهم هيقام يوم 22/10. تمام. بالنسبه للمباراه النهارده يا امير زي ما قلنا النادي الاهلي تسيد اللقاء تماما منذ الدقائق الاولى، كوارتر الاول والفتره الاولى النادي الاهلي انهى بالتقدم ب 14 لا شيء، توالى يعني تالق، عايز اقول لك تالق مجموعه من اللاعبين اشاد بيهم الكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني للفريق. يعني عايز اقول لك ان في مجموعه وعناصر مبشره جدا في فريق النادي الاهلي، يعني ابرزهم حازم محمد حسن وسيف قدار هنداوي، وهو نجل واحد من نجوم كره السله السابقين في النادي الاهلي قدار هنداوي، وايضا محمد طارق خيري ونجل الكابتن طارق خيري، اضافه الى كريم عمرو وياسين محمد وفؤاد سعد وياسين علاء وعمر انيس، مجموعه من اللاعبين النهارده تالقت من فريق النادي الاهلي. انتهى اللقاء يا امير الساعه 6 ان شاء الله هيكون لقاء الفريق الاول للنادي الاهلي. مباراه ايضا مهمه امام فريق جزيره الورد. النادي الاهلي بعد ما ضم مجموعه من العناصر المهمه في الفتره الاخيره فعلا، عمر طارق وعمر الجندي واحمد محمد مصطفى مودي واحمد مهيب، دي كانت كل التفاصيل يا امير من هنا من داخل صاله الشهداء. انا موجود معاك يا امير لو في اي استفسار او اي تساؤل. انا بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا، قال لنا كل التفاصيل الخاصه بمباراه الاهلي وجزيره الورد. اول مباراه كانت لمرتبط الرجال، والمباراه الثانيه هتكون الساعه 6 لرجال كره السله. وفي الحقيقه كره السله تحديدا فريق النادي الاهلي عمل بعض التعاقدات المهمه، عمر طارق تحديدا كمان ما شاء الله طول فارع وحاجه مهمه جدا في لعبه كره السله، فباذن الله يكون موسم مميز بالنسبه لهم، ومبروك على البدايه والانطلاقه الجيده. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا.